مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. كل عام وانتم بخير، واهلا بكم مجددا في بيت الفن. كل عام وانتم بخير خالد. وانت بخير استاذ عبد السلام، والجمهور والمشاهدين في خير وصحه وسلامه وعافيه، ويا رب يكون هذا العيد عيد الخير، عيد البركه، عيد التسامح، عيد السلام، عيد الوئام، عيد تصافي القلوب ان شاء الله. واليوم معنا ضيوف مميزين كما عودناكم في كل حلقه. اليوم معنا الفنان الرائع الصانع، صانع الأغاني والألحان الرائعة، الأستاذ الفنان مجاهد الصانع. وكذلك معنا الفنانة دنيا محمد. أهلا بالجميع وكل عام وأنتم بخير. جانا والدنا، جانا والدنا، جانا والدنا، ان شاء الله انت جلا حراوه. خلاص حراوه خلاص. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. خمس دقايق ولا دخل قبل شيء ثاني. خلاص كفايه ثالث حل وهي انا قدنا في الثالث هذا الحين ما شاء الله. والله حل اذا من ثلاث ربع ان شاء الله. أمورك؟ والله تمام الحمد لله. العايدين في العام بخير. وانتم بخير وصحة وعافية الله يحفظكم. دنيا كيف أمورك؟ عيتي في صنعاء ولا في تعز؟ هو الحبيب مجاهد؟ لا من بلد واحد أنا وياك. أيوة أنا داري أنا داري. عيت في البلد لانية؟ ها أنا في صنعاء. صنعاء أيوة. ولا عاد ببرع ولا عاد بشي ولا خرجة ولا دولة ولا لا ضروري هذين احنا نخرج ما عاد بترى في اطراف عريس شغل ما شاء الله الله يجي حجرك عرسه ولا عرس الناس بس ضروري بعض اصحاب العرس عندنا يبترع الفنان يفرحوا يتجملوا ايوه بس مجاهد يروح عرسين يزفهم بعدين يعمل عرس لنفسه وزوجة بين العرسين بين العرسين عرس خاص فيه أول قبل ما يدخل قال لي الرابعة إن شاء الله بتقول يا مجاهد لا ما عم فيش لا سمع أنت بحلي جنة ذرة دي عزيز خالد الثالثة يقولوا الثالثة الرابعة الرابعة هذا الحين لا عدو الرابعة كل خير ما ينلا أنا شغل بس يكتب لي كيف ما يسموها المقرر كيف لو ما ينتقل الواحد من الأول إلى الثاني لا 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 المشكلة مشي عقبك بوقة ولا زواجها كذا عادي بتحصل ظروف بس ما بنسدش انا ولا الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك احنا مسدين وهذا ما عاد حد يبق على نعمته لانه اذا واحد بق على نعمته بينتكس صح نعم الله يسعدك ان شاء الله مجاهد حبيب قلبي العيد في لو نعرف الناس كذا ولو شفهيا على الاعياد في المحويت وصنعاء ايش الفرق ايش الفرق ايش تفعلوا غالبا انتم في تبكروا الصباح برعة رقصة ايش ضروري هذا في البلاد ضروري احنا نبكر من الصبح نصطبح اول حاجة ونخرج نصلي صلاة العيد صلاة العيد ايوه وبعدها برع ارجعوا بالتواصل للميدان حق الحارة وحق القرية ايوه وبعدها بيترعوا برع القرية لا لا بعد صلاة العيد نتسالم بالاول هكذا لانه أيوه. انا حتى هذا الحين ما عم بيحصل جا السلام هكذا ايوه ضروري بعد ما يكمل الصلاة زي ما كان عندنا في القرى يوقفوا كلهم أيوة هكذا أيوة ونكمل وكملنا ورجع هذه يصير يذبح وهذه يشتي يصير يبترع كل واحد على راحته وهذه يشتي خرج العيال وهذه يزور الأرحام هكذا عندنا وغالبا تقضي يوم العيد مع العائلة ولا مع الأصحاب لا والله إحنا قد أنتم دارين بالفنان أنه مع الالتزامات والهذا كنت بنخلي لنا يومنا والعيال أول يوم يعني أنا وياهم وبعدها من يوم ثاني يوم نروح عند الأصحاب والأصدقاء دنيا عندها الوضع ثاني لا عندنا زي المحافظات البقية يعني نبكر الصباح نسوي صباح كذا وبعدين في ناس يقوي معهم برعة هذه الطاسة لحد الآن عدها موجودة في لا نحن قد أيوة انتهى بس أنا ما أعتقد دنيا بجلس في البيت زلط وتلقضيها يقولوا خوالي وعمامي أيوة قبل ما نسمع منكم شيء نضيفكم أيوة حبيب قلبي وبعدين نسمع أنا بجيب لك على ذوقي اتفضل يا سلام ماش عارف كيف ذوقك لا لا عادي أي حاجة تفضل يا حبيبي يا مجاهد ضيف
تبي أشيل لي أخوك أنا مكنة. يا أنا بالعافية. مجاهد طبعاً. لحظة يا سيد لحظة سعايتي. مجاهد طبعاً معك الجديد ومعك الحارثي ومعك التراث ومعك أيوة. كله. نبدأ بجديد ولا بإيش نبدأ؟ هذه تشتهي حارثي ولا جديد؟ هذه تحب. هذه هو قلبك. بيت الفن هذا نبدأ بأغنية فرايح يا ابتسم وارتاح وعيش ضحك ضحك للحياة طلق الأحزان وفيش هذه حقك هذه من الحاني وكلمات الأستاذ محمد السلال جميل وارتاح وعيش اضحك اضحك للحياة ابتسم وارتاح وعيش اضحك اضحك للحياة طلق الأحزان وفيش ما حدا يكره سلام ولا
مبتسمين اي نعم اهم شيء ان شاء الله الجمهور يكون مبتسم ضروري ايوه ضروري ما يسعد الجمهور عيد. ايوه وهذا حبيب قلبي هذه فكره البرنامج نسعد الناس وعشان كذا جبناكم انتم اللي تسعدوا الناس نسعد الناس من ظهر النجوم اللي على الساحه اليمنيه من كل المحافظات ان شاء الله وانت نجم يا استاذ مجاهد من محافظه المحويه من المبدعين الرائعين الذي أوجد له طريقة خاصة تخص مجاهد الصانع ما شاء الله هذا ضروري لأنه بدايتنا ضروري ما تكون بالتراث ضروري صحيح. بس واحد ما يبدأ يخرج بعدين يشوف له طريقه وبالمعلومة يا أستاذ حبيبي أي فنان أغلبية الفنان بفنانين أقول في حدود 10 أو 15 فنان تقمصوا أو دخلوا في بحر فنان الملوك المرحوم الراحل الأستاذ محمد حمود الحارثي أيوه وكل من دخل في بحر الحارثي وكلنا وصلوا كلهم وصلوا معهم جمهور معهم مساحة نعم والله كلنا تعلمنا من المدرسة الحارثية عشان كذا بنرجع نسمع من الحارثي بس ضروري. زي ما قلت مهم انه ابدا في البداية خذ لك مدرسة وبعدين كمل ايوه ضروري واحد يسوي له الاساس أيوة تمام الاساس تمام بعدين بعدين لازم أيوة. تكمل أيوة. دنيا ايش بتسمعنا؟ صنعاني ان شاء الله يلا صنعاني شوف شوف يا زد كيف التراث حقنا كل مترابط صاحب تعز بيغني من صنعاء وصاحب صنعاء بيغني من تعز وصاحب تعز يغني من حضرموت هذا هو الترابط اليمني والإخاء اليمني والفن اليمني هو فن واحد وفن والفن للجميع إن شاء الله ما هو مخصص لا على الناس ولا على فئة أشبه نسمع سمر محبوبي الغالي سمر محبوبي الغالي Thank you.
شواتي وطيبين
تأثر بالمرحومة منى علي شوية. إن شاء الله يتم فمي البحة والنفس حق منى علي ما شاء الله موجود خاصة في الزفة. أيوة. موجود الروح التعزية حق منى علي ما شاء الله موجود. متأثرة فيها. أيوة. كثير. جميلة. طبعاً. أحمد الحبابي. أحمد الحبابي فنان. فنان. مع أنه يا مجاهد البعض بعض المتعصبين للعود والآلة اللايفة الحية يزعلوا من الأورج يقول لك خرب ال. خرب الاغاني ما بيزعلوا جل الفناني بيزعلوا النش هذه ليش والله قلبي على الارج زعل الغريب زعل المشارع خلاص لا قد دخل الارج خلاص اجي النشد قد تزقع وما عبيش بترون ما عبيش حدات مع الضيوف لا اقدر يجاوب عليك ولا عاد يقدر يجاوب معك قد كل مغرب مضننين مخدرين والنشد بينبع وحده وصاحب العز يشتي حيه والنشد يشتي حيه المساله ويجي حسابه تركنك سو مثل العالم كثرته مش صحي ثلاثة الأرج ولا تشوف إنه شيء كويس أنت؟ لا والله سابر. الأرج مناسب لكن طغى على قضية التراث اليمني والأصل الصلاة على رسول الله. أيوة النشيد. ما بيكم من العرس ما بيحل العرس إلا بصلاة على رسول الله الزفة الصلوات على رسول الله والناس بيصلوا على رسول الله. لأن يبدأ هذا الزفة. خير وبركة تبدأ الزفة النشيد وبعدها أرج ولا مشتو. أهم شيء غالد محرم. أهم شيء غالد محرم يدخل فيها. يضمن غيره. إيش رأيك نسمع حارثية؟ على طول الآن جمعكم وفي الحاردي حاردي حاردي أيوة رحم الله المرحوم محمد حمود الحاردي مرتي في
واليوم علي تغزل غزل رقيق في كل حين يقبل قلوب خطاك لغزل حميني يهز حتى مباشرة ومع الصوت الجميل هذا صوت مجاهد حبيب قلبي. إذا مشاهدينا الكرام فاصل أول من الإعلان ونعود إليكم في بيت الفن. أعزائي المشاهدين مجددا ومن بيت الفن وإلى المبدعة والرائعة الدنيا الدنيا نسمع شارح لحجي إن شاء الله. أشبه تسمعينا؟ والله ما تحلحل حتى يلتفت. والله ما تحلحل حتى يلتفت. حتى يلتفت. أيوة. كلمات من غنى من الأغنية هذه؟ الأستاذة أمل كعدل. أمل كعدل. تحية للأستاذة أمل. تحية للأستاذة أمل. إن شاء الله تكون بخير. وقل لها كل عام وهي بخير إن شاء الله. إن شاء الله. يعزف الأستاذ أحمد حبابي. أكيد. أستاذ أحمد جاهز؟ يا ليلة النور. حياة
جميلة يا دنيا. ما رجع صدنا نرجع للدنيا اللي نسمع منها الزفة حكمنا علي. مقطع منها. جاهزة للزفة حكمنا علي. ولا بصوت ولا بدون العسياز نشيل. أيوة حتى خفيف كده. البحر حكمنا علي. يلا سمعينا. بسم الله. ألا لا ساعة الرحمن ذا الحين وأهلي الله ألا لا وشاه ياطن غافلين ألا لا كل شيء يما بسعدك وأهلي الله ألا لا سلام
طبعاً 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 يا سبحان الله. هذه 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 الزفة ما في بيت في تعز إلا ويزفها. كنا نحس إنه ناقص العر ما تدخلش العروسة ما تجيش ما ترضاش تجي إلا بهذا. علي الزفة منا علي العرس أصحاب تعز الرجال كلهم السبعيون والعملاق. نعم نعم والله يرحمها نذكر لها كلام مؤثر الفنانة منا علي وكانت مريضة تكلمت عندنا في السعيدة قالت أسعدت دخلت الفرحة على ملايين الشباب والشابات والآن وطبعا ماتت وهي يعني ما دخلت الفرحة قلبها ما تزوجت الله يرحمها الله يرحمها فالله يرحمها إن شاء الله تزوج في الجنة إن شاء الله وكويس إنك ذكرتينا بهذه الزفة دغدغتي القلوب أيوة لا هي القديم لا أجمل منه ولا لا لا أنا رح أنا رح أحسي بعيد أنا رح أحسي بعيد إنه دغدغت قلب خالد وكذا وفكر ما بالله بيمزلي وين فين اشتي رطع خليك ترقد في الشارع جاهد ملاحظ في الأغاني القديمة أغاني أيوب أغاني الحارثي أغاني كله كانت إذا ما فيها قلبة قلبتين كأنها مشغونية ضروري ها إبداع وشغل فيها أيوة تكفيل زوجيه فيها مضلع وتكفيل زوجيه في أي أغنية ضروري ما يقولها قلبات والقلب للرجال مالك أشبال اسمع يا مجاهد والله شعبي والله شعبي شعبي أساسا ما قلت أبنى شعبي طيب نسمع شعبي وبعدين نروح للتقرير معنا زميلنا هشام الروحاني تمام لا تنتظر لجمعة
إلا عينك. خالد ايش رايك نروح فاصل كمان؟ اذا يا مشاهدينا الاعزاء والاجلاء سهل ما يبقى شيء نروح لفاصل ونرجع على بيت الفن ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد في بيت الفن مع دنيا محمد وكذلك مجاهد الصانع. مجاهد الصانع مشاهدينا الكرام، إذن الزميل هشام الروحاني في الميدان مع جمهور الفنانين والفنانين على وجه التحديد. نشوف إيش معه هشام. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير عبد السلام، مساء الخير خالد، كل عام وأنتم بخير. بنمسي على ضيفنا وضيوفنا في الاستوديو، الضيف القدير الفنان مجاهد الصانع والضيفة الفنانة دنيا. اليوم احنا في احدى المولات التجارية بهذه الاجواء العيدية، لدينا احد رواد هذا المول ولديه وجهة نظر او سؤال موجه الى احد الفنانين في الاستوديو. معنا الضيف مجاهد الصانع، ايش ممكن توجه لهم الرسالة؟ والله اول شيء احب اقول لهم مساء الخير وكل عام وهم بخير وصحة وسلامة والشعب اليمني. والله بالنسبة للمجاهد الصانع والبقية الفنانين اليمنيين بشكل عام، يعني لماذا لا يظهر اسمهم عربيا يعني كفنانين عرب؟ يعني ما نسمعش اسماء فنانين يمنيين عربيين خالص ولا بيشتهروا، ايش السبب هذا؟ فنانة دنيا كل عام وانتي بخير. فنانة دنيا، لماذا اقتصر الفن اليمني على الايقاع والعود الخفيف؟ كل عام وانتم بخير. هذا السؤال موجه لك يا الفنان العزيز مجاهد، لماذا دائما الفنان اليمني يختار العود؟ ليش ما يختار حاجة ثانية كذا يغير؟ كل عام وانتم بخير. ليش كل أغاني الفنانين اليمنيين الرومانسية؟ كل عام وانتم بخير الفنانة دنيا. طبعا سؤالي، ليش ما احنا بنشوف فنانات يمنيات مشهورات في الساحة؟ دكتورة، في معنا مجموعة من الفنانين موجودين الآن في الاستوديو، محتاجين يسمعوا آراء انطباعات، إذا عندك حتى سؤال ممكن توجهي الواحد منهم. في معنا كذلك الفنانة دنيا موجودة الآن، ممكن توجهي لها سؤال خاص إذا تحبي. أول حاجة سلم عليهم وبارك لهم بالعيد، كل عام وهم بخير. وثاني شيء أنا أقول لهم لازم يعلموا شيء، إنه الفن اليمني هو مصدر للفن العالمي كله.
بتقولوا لا انظروا إلى الحضارة الحميرية فهي أساس الفن وأساس الموسيقى. وشوفوا ألحاننا، ألحاننا برزت. إذا تشوف اللحن لما يقولوا اللحن الخليجي، لا لا، هو بدأ من حضرموت، اللحن الحضرمي، اللحن اللحقي، اللحن الصنعاني كمان، يعني ما شاء الله إيقاعات عندنا متميزة. مصدر الفن هو اليمن. أقول لكم كل عام أنتم بخير، واستمروا في مشوار الطلب اليمني الأصيل، وشكرا. أعزائي المشاهدين، كانت هذه مجموعة من التساؤلات، مجموعة من الآراء التي وجهت من قبل جمهور بيت الفن إلى الفنانين الموجودين الآن في الأستوديو. نرجع مع بعض إلى بيت الفن وإلى عبد السلام وخالد، خلوكم معنا. شكرا هشام. إذن كانت هذه عينة من الآراء، وشوفكم جاهد ضروري. أيوه. تبتسم. تفضل. إذا أنت حافظ السئلة اللي موجهة لك ولا أذكرك؟ يقول له ليش ما بنظهر عالميا؟ عربيا. عربيا يعني. تقول كبداية واحد يعني، ما أقول لكم إحنا لا يعني هم إحنا لازلنا مبتدئين. لا مش لا إحنا معنا يعني نتكلم بعد أبو بكر و معنا فنانين صح، معنا الأنجدد. يا أخي ما بيش اهتمام، ما بيش اهتمام أصلاً، ما بيش اهتمام. هم شقوا طريقهم يا مجاهد، هذا ولا هم أخذوا مشكلة الفنانين، شقوا طريق بنفوسهم هم. نعم. أيوة. ليش ما احنا ضروري نشق طريق، لكن المشكلة هذه بداية شهرتنا هنا في اليمن. الفنان ضروري يكون عند الرؤية ويكون عنده هدف ان انا اوصل، ما بقاش فنان داخل صنعاء. أيوة. او فنان على رأس. عم. انا خلي في ناسي هدف ان انا اوصل، اكون فنان اوصل للعالم كله، العربي والاسلامي. جميل. وال ضروري ما اوصل ان شاء الله. ان شاء الله في سؤال مشترك لدنيا ولك، وخلينا نسمع من دنيا. ليش الفنانين يا اما ايقاعات خفيفة أرجع أو شيء، ولا لو قد كثروا العود؟ ليش؟ لأنه هذا تراثنا أصلاً، التراث اليمني هو يعني. ليش ما تجددوش، ما تطوروش إمكانيات؟ السبب جديدة. إيش السبب؟ بالنسبة ليني كفنانة يمنية وأحب الأغاني القديمة والأغاني التراثية، ما أحبش إنه تتغير بأرج بحاجة، أحب إنه تجلس يعني الحاجات القديمة أحلى يعني. بيوصل الروح اللحن. أيوة. والأداء بيوصل بالآلة القديمة. أيوة. بس ما يمنعش تتغير الآلة. لا لا عادي. أيوة. عادي يدور من التراث. نعم. أشياء حاجة أهم. جميل. شيء لا تخرب بس. لا على فكرة يا سيدنا، أوجه تحية للدكتورة، أقول أفضل سؤال من الحلقات كلها اليوم وصل سؤال الدكتورة. الدكتورة سألت سؤال مميز ورائع، الإيقاعات اليمنية المختلفة، التراثنا الحميري، تاريخنا اليمني بيغنوا العالم كله، ليش إحنا ما نحافظ عليه ونضرب بصورة المطلوبة؟ في 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 حاجه، في سؤال كذا شويه، انه ليش احنا مقتصرين على الرومانسيه؟ احنا رومانسيين لهذا الدرجه. فدجني، سحبني، غلق علي الباب، غلق الطاقه. ايوه. الفن حقنا كل المشاكل. ايوه. اللي افهمه انه دائما مش بهذه الطريقه، انما ليش ما يوصلش، ما فيش، مش حاضر ببقيه الاشياء، يعني اقصد في التنميه زي ما كان موجود زمان، في التشجيع، صناعة، تجارة، أي شيء. هذا ربما كان هذا المقصود، هذا نحتاجه. بعد فقرة اسمها حرف أغاني، عاش أجيب لكم أغنية نهاية الحرف يدخل واحد منكم كل على سنعة البديع عندكم. تمام. على دول أجيب لكم لحن وانتو تدخلوا بنهاية الحرف. على دول. ايه. يا محجب عني صاب من جمعة رجاب، ريتك انصفت يا بدر شعبان. نون يا مجاهد. ناري 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 من جمال. ايوه ايوه ايوه. سافر سافر. ناري من جمال. حرف الهاء عند شيء اسهله. الهاء. هل لا تحرموني منا؟ هل لا تبعدوني عنا؟ ها ها ها. يلا عندك. عندي. هنيئا وطوبى لم ريع طاب مسعاه، ومن حج بيت الله يا أهناه يا أهناه. واو. أهناه.
ها ولا ها ها هي 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 السنين عادها عادها لا عادها لا قليل او الزمن ما تغير بس اهل الزمن ويلاه متغيرين رحمتك رحمتك يا رحمتك يا معين عادها 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 لا تزين نعم عادها لا تزين نون نون ناوي لك على نية بس انت اصبر شوية اذا معلقك فيني هواك يطير بيديا يطير ولا يصير يصير طيب قبل ما نطير نطير فاصل يا خالد طيب مشاهدينا الكرام فاصل اخر واخير من الاعلان في هذه الحلقة من بيت الفن وعائدون اليكم مع مجاهد الصانع ودنيا محمد بحمد الله وتوفيقه رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين كنا في سفر ولا زلنا في بيت الفن ومع نجوم الفن ومع مجاهد ودنيا يختموا لنا الآن يختموا لنا أغنية يا أما أغنية على اثنين أو الثلاثة أو هين ما اشتريتوا أغنية مقطع على سيد مجاهد أنا رأيت لو نسمع منه جديد من ألحان الأستاذ عبد الباسط عشان عبد الباسط أو شيء يعني على ذوقك طبعا هذه الأغنية من كلمات الأستاذ محمد حمود السلال ولحن الأستاذ عبد الباسط الحارثي ونقول لهم كل عام وهم بخير حب سيد الغواني تحكم حب سيد الغواني تحكم في فؤادي وذا العقل شله فؤادي وذا العقل شله آهما للمعنى المتيم آهما للمعنى المتيم ينصفا من هوى من أحل ينصفا من هوى من أحل إيه صح إن الهوى يحرق الدم والحبيب عكس ما كنت أظن يحرق الدم والحبيب عكس ما كنت أظنه والحبيب عكس ما ذابني طول بعد وسمسم ذابني طول بعد وسمسم أحنا من غرام ومن أحنا من غرام ومن وحشة الشوق والحب غلب والمليح ما رحمني
بضلة والمليح ما رحمني بضلة ثم صلوا على الظهر العظم وتمرس لبدر الأهلة وتمرس لبدر لبدر الأهلة النبي الهاشمي المكرم النبي الهاشمي المكرم وآله واغفر الذنب كله وآله واغفر الذنب كله شكرا يا مجاهد انك خصيتنا بهذه الاغاني الجديده حبيب قلبي الله يحفظك وشكرا انك معنا اليوم وكذلك الدنيا شكرا للجميع خالد اليوم كانت سهره ممتعه شكرا للاستاذ مجاهد والاستاذ دنيا نورتونا وشرفتونا وكانت سهره رائعه ومميزه ومن ابداع الى ابداع ان شاء الله ومعنا الفقره الاخيره تكريمكم من قناه السعيده هذه دروع من السعيده تذكارية وكلام الأستاذ مجاهد أنت شرف لنا دنيا. شرف لنا في السعيدة الله يحفظكم تفضل يا أستاذ دنيا شكرا لك بشكر موفقين مبروك ألف مبروك نبدأ إلى أبدأ إن شاء الله تسلم حبيبي زيد بوسك حبيبي أنا أفضلك حبيبي هذا هدية من السعيدة ومن البرنامج حياكم الله وهذا شرف لي وهذا شرف لي تستحق والله الله يحفظكم دائم عندنا إن شاء الله في أي وقت خالد باقي المشاهدين نودعهم اليوم لأنه بالتأكيد كانوا مستمتعين معنا مثل ما احنا مستمتعين أو على الأقل نظن ذلك أنهم كانوا مستمتعين أقل حاجة نوصلكم قليل ما نكنه من محبة لكم من احترام من نوصلكم السعادة ونوصلكم المحبة اللي في قلوبنا لكم عبر بيت الفن ونجوم الفن إن شاء الله وفقنا في هذه الحلقة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله نبقى نشكر باسم الجميع نشكر مجدداً الفنان مجاهد الصانع والفنانة دنيا محمد ونشكر مشاهدينا الكرام طبعاً كل الزملاء الموجودين كل الأصدقاء العازفين نعم. والزملاء بقيادة الأستاذ المخرج عبد الحكيم الحبيب نعم والشباب وأمير أمير المصورين الفاروق والشكر لكم مشاهدينا الكرام نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة من بيت الفن كل عام وأنتم بخير إلى اللقاء حق على الأيام بريد من الأوام واصبح مع الألقام وفرح بهذا العين فرح بهذا العين أنا استنى يا عين أنا استنى Yeah.